أشاد معالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بصدور المرسوم الملكي السامع عن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي برئاسة معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، مؤكدا معالي رئيس مجلس النواب أن صدور المرسوم السامي يعكس حرص جلالة الملك المفدى على ضمان الحياة الكريمة للمواطنين عبر التطوير المؤسسات لكل ما يخص مستقبلهم المعيشي، ويصون مكتسبات التقاعدية من خلال تطوير النظام التقاعدي في مملكة البحرين بما يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين ويؤمن الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية، متطلعا معالي لعمل مجلس النواب مع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتعزيز التشريعات التي تمكن الهيئة من العمل على حفظ الحقوق التقاعدية للمشتركين، مشيرا في الوقت ذاته إلى استمرار الاجتماعات المشتركة بين ممثلي مجلس النواب وممثلي مجلس الشورى مع ممثلي الحكومة الموقرة تنفيذا لتوجيهات العاهل المفدى لبحث كافة المرئيات والسبل الداعمة لتطوير عمل ومستقبل الصناديق التقاعدية وضمان الوفاء بالتزاماته المستقبلية مع الوضع في عين الاعتبار المرحلة الحرجة التي تشهدها الصناديق التقاعدية وأهمية التعاون والمسؤولية من الجميع من أجل مصلحة الوطن والمواطنين.